حيوانات البوم طبعا هي جزء من الطيور الجارحه المفترسه. طبعا تقسم الى فصيلتين اساسيات، الفصيله الاولى هي فصيله البوم الحقيقي، وفصيله الثانيه فصيله البوم البوم الحظائر. طبعا بوم الحظائر بضم تقريبا 205 اصناف او 205 انواع من حيوانات البوم. هاي البوم بتعيش بشكل اساسي، طبعا انتشارها واسع على جميع الكره الارضيه، جميع القارات، جميع المناخات، باستثناء الاقطاب الشماليه والجنوبيه اللي هي المناطق البارده جدا جدا. طبعا تتاقلم مع جميع الظروف، سواء حر برد تتاقلم معها. هاي البوم الحظائر بتعيش بالاغلب داخل الحظائر، داخل البركسات المواشي، داخل البركسات القش، وبتبني اعشاشها داخل الحظائر نفسها. بتتغذى بشكل اساسي على الفئران والثدييات الصغيره، الارانب، السحائل، الزواحف. في النوع الثاني اللي هو البوم الحقيقي، اللي هي مثل البوم النساريه هاي الموجوده عندنا هون، او البوم الاوراسي. طبعا هي تعتبر من اضخم انواع البوم، يصل طولها من 50 ل 72 سم، وزنها من 2 ل 3 كيلوغرام، جناحها بصل تقريبا 120 سم فردة جناحها. طبعا هاي البوم تتميز انه عيونها ثابته، ما بتتحركش من داخل الجمجمه، ثابته بشيء باتجاه واحد، عين برتقاليه وفيها البؤبؤ الاسود، ثابته بتتصرف بشكل مباشر مع الجمجمه. البومة هاي طبعا بشكل عام طائر البوم هو طائر ليلي، يمتلك حاسة سمع قوية جدا وحاسة بصر قوية جدا، تعتبر من أقوى حواس البصر على يعني في جميع المخلوقات. بتنقل في الليل، يعني هو ملك الليل، هو بيحكم الليل، بتنقل في الليل، بصيد في الليل، بصيد من يعني من الفئران والثدييات الصغيرة لحتى الأرنب، يعني شغل 4 كيلو و5 كيلو، حتى على مستوى الصقور الأنواع الثانية والبوم المصاصة اللي برضه حجمها كبير وصل 50 سم برضه بقتلها.